وللمزيد من الإيضاح والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. إذن وحضرتك خبير في الشؤون الإفريقية، لو تطلعنا عن طبيعة المباحثات التي جرت اليوم بين الجانب المصري والسوداني فيما يتعلق بمناقشة وطرح القضايا المطروحة على الساحة، سواء الساحة الداخلية أو الساحة الخارجية والساحة الإقليمية أيضا. هو دائما ما كان هناك تنسيق متواصل ما بين الإدارة المصرية والإدارة السودانية، ممثلة في مؤسسات كل من الدولتين، وصولا حتى قمة الدولتين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك رئيس المجلس السيادي الانتقالي مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح بران فريق أول. لكن اليوم الزيارة تأتي أهميتها بوجود تداعيات وشواهد ما قبل هذه الزيارة، سواء على مستوى الأزمة الداخلية والحرب في السودان أو على مستوى الصراعات الدائرة في المنطقة، سواء في منطقة القرن الأفريقي وتهديدات الأمن في البحر الأحمر وما يحدث في غزة، وكذلك التوترات في أجزاء من أفريقيا وكذلك ليبيا. لذلك كانت الزيارة مؤثرة في إطار تبادل الرؤى وتنسيق المواقف ما بين الدولتين. إذن أيضا هناك العديد من الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. إذن ما هي دلالات هذه الزيارة؟ بتكلم تحديدا عن توقيت هذه الزيارة. الحقيقة جوهر أهمية الزيارة في توقيتها، لأن في وقت بتتغير فيه بعض الأمور ميدانيا في الأزمة السودانية وفي الإطار العام فيما يحدث في المنطقة. الإرث التاريخي ما بين الشعبين المصري والسوداني والمستقبل يعني الموحد ما بين الدولتين والطموح المتشارك ما بين الشعبين يجعل هذه الزيارة في توقيتها الآن ربما تكون بادرة لحل أزمة كبيرة هي أزمة سودانية، وإذا حلت الأزمة السودانية فإنها مدخل لحل عديد من أزمات الأمن والسلم في المنطقة، وليست ببعيد غزة عن السودان، لأن يبدو أن الأزمات كلها لها تداخل بعضها البعض. إذن كما ذكرت حضرتك هناك مرتكزات عديدة بتقوم عليها أسس التعاون بين الجانبين المصري والسوداني. لو تحدثنا يا فندم عن مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في إطار هذه العلاقة الاستراتيجية. كون العلاقة التاريخية ما بين مصر والسودان ويعني العلاقات الإنسانية ما بين الشعبين والاقتصادية جعلت من مصر والسودان طرف عملية اقتصادية وتبادل تجاري كثيف جدا ما بين الدولتين، ثم أيضا على مستوى تنفيذ مشروعات البنى التحتية التي تقوم بها مصر وهي دولة صاحبة خبرات في السودان، وكذلك طموحات الربط الكهربائي والسكك الحديدية، كل ذلك يعني يصب في إطار علاقة أشبه كثيرا بالتكاملية، وربما العلاقة المصرية الإفريقية الأبرز على الإطلاق مع القارة، إذا اعتبرنا أن السودان يعني هي تمثل الجانب الإفريقي والعربي، هي العلاقة الأبرز تكامليا على مستوى تبادل الخبرات والإمكانيات، وحتى على مستوى أطر توفير التمويل المبتكر ما بين الدولتين لتغطية المشروعات التنموية الهامة. إذن مصر أيضا أعلنت الحقيقة مرارا وتكرارا مواصلة دعمها الكامل للسودان ودعمها الكامل تحديدا لأمن واستقرار السودان. كيف ترى الدعم المصري الموجه لدولة السودان؟ نحن نتحدث ما قبل الأزمة وأثناءها ثم بعد ذلك بعد انقضاء الأزمة إن شاء الله. يعني مصر بذلت مجهودا كبيرا في البداية لمنع التدخلات الخارجية ومنع نشوء الأزمة من الأساس، ثم مع حدوث الأزمة بذلت مصر جهود كبيرة جدا ومثابرة في إطار استيعاب الأثار السلبية السيئة للأزمة اقتصاديا ومجتمعيا وأمنيا أيضا، واستوعبت مصر عدد كبير من الفارين من ملذات الحرب هناك، ثم وعلى مسار متوازي تستكمل مصر في مسار متتابع محاولات متعددة لحل الأزمة، إنهاء الصراع ووقف الحرب والاقتتال والعمليات العدائية، تمهيدا أو مصر تحاول أن تمهد لعملية سياسية شاملة يديرها السودانيين بأنفسهم، وتستوعب كل مكونات الأمة السودانية وتعبر عن تطلعات وأمال الشعوب، الشعب السوداني والشعب المصري الذي يتمنى كل الخير للسودانيين. وطوال الوقت حرصت مصر ونجحت في تعطيل تدخلات خارجية تخل بالأزمة السودانية.
إذن هناك روابط متعددة عميقة بين البلدين، لو تحدثنا عن طبيعة هذه العلاقات وكيف تدعم التعاون بين البلدين. يعني بالتأكيد مصر دولة الجوار الأبرز الأهم والأكثر تأهيلاً يعني التداخل الإيجابي في الأزمة السودانية وفي الأزمات السودانية وعلى مر التاريخ، لأن الروابط بين الدولتين هي متأصلة في جذور التاريخ، وأن العقيدة المصرية الخارجية لعلاقاتها الخارجية تعتبر السودان يعني جزء مهم من اهتمامات الدولة المصرية وجزء رئيسي، وتعتبر أن الدعم المشترك ما بين مصر والسودان كل منهما للآخر أمر رئيسي في قوام العلاقات بينهما، وأن الأمن في السودان والسلم والاستقرار هو يصب في النهاية في أمن واستقرار وسلام المواطن المصري أيضا. إذن الأمن والاستقرار السوداني هو أمن واستقرار لمصر وأمن قومي لمصر، يعني بهذه العبارة بختم اتصالنا الهاتفي مع حضرتك. بشكرك جزيل الشكر الأستاذ رامي زهدي خبير الشؤون الإفريقية.